أصحاب المنشآت السياحية، القطاع الخاص، يعني الدولة هي اللي شغالة في ده، لكن القطاع الخاص مركز ولا إنه ده مش على أجندة أولوياته؟ لا، ما القطاع الخاص أصل القطاع الخاص ده فندق وشرم الشيخ، يعني ده القطاع الخاص غلبان جدا في مصر. القطاع الخاص يعني هتزعلي مني لما اقول لك يا فندم ما هو السياحه دي قطاع خاص، السياحه دي احنا يعني السياحه للاسف السائح لو نزل الشارع المصري مش هينبسط قوي، بس بيدخل الفندق كل حاجه ممتازه جدا، لو ركب اتوبيس قطاع عام مش هيتساب، بيركب اتوبيس سياحه لازم يكون نظافه وراجل بيتكلم انجليزي فاحنا قطاع خاص بنشيل مشاكل اللي موجوده انت في مصر. عايز تخطفه ما يشوفش حاجه ما يعني، بنخلي احنا مش عايزين كده، مش يعني هو دي الحقيقه. يعيش التجربه يعني. يعني لا، القطاع الخاص الحقيقه قايم بواجبه على اكمل وجه ومسكين جدا وبيحارب طواحين الهوا، فما نلومش ما تلوموش القطاع الخاص في اي شيء. القطاع الخاص السياحي يا جماعه ما سمعتوش منه مشكله، ما سمعتوش مستثمر سرق فلوس من البلد، ما سمعتوش مستثمر ما سددش، ما سمعتوش مظاهره طلعت بسبب عدم وجود سياحه 6 سنين، محدش بيتكلم، اشتغلوا بس، فما تلومهمش. طب تسريح عاملين في القطاع، وارجع عشان ما اتكلمناش نسينا مبادره البنك المركزي في انه احلال وتطوير الفنادق والمنشات دي، برضه تفاصيلها ايه وايه المطلوب من البنك المركزي؟ التفاصيل يعني اللي احنا قريناها طبعا بعد الاجتماع امبارح ان هم هيبقوا 5 مليار جنيه. 5 مليار جنيه دول يروحوا لثلاث قطاعات، الفنادق وفنادق العايمه والاسطول الاتوبيسات السياحيه. فنادق عايمه واتوبيسات سياحيه؟ الفنادق والفنادق العايمه اللي هي المراكب والاتوبيسات والاتوبيسات السياحه. وهيبقى 10 لحد اقصى 10 سنين بفايده 10% سنويه. ايه اولا اشمعنى دول؟ هم دول اللي محتاجين، هم دول السياحه، مش هنقدر نعمل احلال لينا كاشخاص، بس هم يعملوا احلال ما هي الفنادق اللي محتاجه يعني تتظبط شويه، المراكب محتاجه تتظبط، والاتوبيسات احنا ما اشتريناش اتوبيسات من 2011 احنا. يعني انتوا اللي عرضتوا او التصور ده اعتقد من القطاع؟ الوزير السياحه بتاعنا هو اللي اقترح هذا. و5 مليار جنيه. 5 مليار جنيه ده على كم؟ على 10 سنين ب 10% سنويا، وده كويس طبعا، 10% دي نص تقريبا اللي بندفعه. طب والمبلغ نفسه الاجمالي؟ مع 5 مليار يعني انا بشوف ان احنا نبدا بس 5 مليار يعني نشوفهم ونستعملهم ونخصصهم صح، يعني بحيث ان هم يروحوا فعلا للي بيشتغل وعايز يشتغل. يعني في فنادق قفلت تماما، لا ندي للي بيحارب بيحارب وبيحاول، وحتى يكون عنده عدد قليل من الزباين بيعمل البوفيه بتاعه، يعني راجل بيستثمر في مجاله ده انا ساعده انه يحسن نفسه. نفس القصه الاتوبيسات، احنا مشكله ان الاتوبيسات السياحه ما فيش حد بيشتري من 7 8 سنين. طب